السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ وحشنا والله العظيم. الله يبارك فيك، أنا بخير والحمد لله. يا رب دايما يا رب. رب آمين. عايز أسأل سؤال اللي هو ولا يكتوون، معنى كلمة ولا يكتوون اللي في الحديث؟ لا تعرف الكي يا جلال؟ عارف الكي، بس اصل انا رحت كان عايزين يشيلوا لي عين سمكه ما رضيتش اكتوي، فالراجل شال لي نص صبعي. نص صبعك؟ يعني الصبع الصغير فيه عين سمكه فشلتها جراحه. الله يعافيك. المهم الكي يكره الا عند الضرورات القصوى. يكره صح اللي انا عملته يعني؟ انا ما اعرفش انت عملت ايه. انت تقول لك شلك انا نصف كان عندي عين سمكه في صبع رجلي. ايوه، لا تقول شلك نصف صبعك يا جلال، كيف شلك نصف في شيخ قال لي ده انت عملت كده جرم اكتر من كاوي. ما انت شلت على ان كنت صادقا في نقل غير مبالغ، يعني هو شلك نصف صبعك؟ لا مش قوي يعني، ده يعني بقول كده خلاص. طيب تقول كده خلاص، الكلام الفتوى تكون مضبوطه يا شيخ. ماشي يا عم الشيخ. لا لا ساعة واحدة، لكن عموما بغض النظر عن مسألتك، الكي في الجملة مكروه، والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متى الكي على الكراهة، وذلك لأن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. الله يبارك لك يا عم الشيخ ويرفع قدرك. وياكم وياكم.